كتير جدا الحقيقه ده سؤال ماجستير ودكتوراه. انا امتحنت على حاله سكيو جدا دكتوراه ان دي شورت كيس، لكن علم فيها على الحاجات المهمه بس. مش لازم ابدا تحفظ كل المكتوب. نمره واحد كده المنظر سكيرو يعني هارد. ليه؟ فايبروزس اكسسيف فايبروزس افكتنج السكين ومالتي سيستم. زمان كانوا فاكرين ان المرض ده بيأفكت الجلد بس، طلع غلط، هو بيأفكت الجلد ومالتي سيستم in the form of A fibrosis واشياء اخرى. طب واذا fibrosis يبقى الجلد ناشف، طب يتسمى سكليرو ديرما او سكليرو سيستميك. يعني fibrosis فين؟ في organs كتير. طيب multi system inflammatory disease affecting الجلد واشياء اخرى. في الروماتويد قلنا ارتيكيلر واشياء اخرى اكسترا ارتيكيلر. هنا كيتانيوس واشياء اخرى. ليه؟ ان اكثر اورجان كومن افكتد هنا سكين، لدرجه ان العينين دول زمان كانوا يروحوا اول مره لدكتور الجلديه. يبقى عنده فعلا عنده سكين فايبروزس ناشف. طيب جدا لما تحط ايدك على الكلب ناشف قوي، لكن بعد كده قال لا ده بيجي كمان فايبروز في حتت كتير، ففي اكسترا كيتينيوس. لكن اكتر حاجه افكتد الكيتينيوس، خليني اقول الكيتينيوس هو الموست كوم. موست كوم ايتيولوجي انون كالعاده اوتو ايميون. الدليل في انتي بوديز في الدم حاجه اسمها انتي سكليروديرما 70 واشياء اخرى. الانتي سكليروديرما 70 ده بيتقال عليه في الامتحان جود بوزيتيف تيست ولا جود نيجاتيف تيست. بمعنى يعني سبيسيفيك هنا ايوه طبعا اسمه باين، اذا انت سميته انتي سكليروديرما 70 يبقى هو متخصص في سكليروديرما، يبقى جود بوزيتيف. يعني لو لقيته تحلف، لو ما لقيتوش ما اقدرش استبعد، مش شرط يكون موجود. يبقى ده الدليل الاول ان المرض اوتو ايميون. الدليل الثاني ان في اسوشيتد اوتو ايميون ديزيز بيرنيشس انيميا هاشيموتو. نسيت دول، قول اي حاجه ثانيه تطلع صح. باثولوجي اهم كلمه على اطلاق الكلمه الاولى سكارين فايبروزس. فايبروزس في كل حته في الجلد، عارف الجسم، عارف لما تبص على الجلد تلاقيه فايبروتك لدرجه بيعمل سكارز. و vascular obliteration of the small arteries. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيعمل vascularitis affecting برضه small arteries زي systemic lupus وزي polyarthritis nodosa. incidence في مين؟ 20 ل 50 سنه، يعني شويه سنه صغيره زاد عن 40 سنه. يعني ما تستغربش لو لقيته في سن كبير شويه. لا اللوبس مش كده، 15 40 فرقت حوالي 10 سنين، تفرق طبعا تفرق. الحاله بتاعتي في الدكتوراه كانت واحده عندها يمكن 45 سنه وكان عندها سكليروديرما شورت كيس سبوت دايجنوزس. بتبص على وشها كده تلاقي حاجه اسمها ماسك فيس. ماسك فيس دي، ماسك فيس دي مش عندها حاجه عصب عشان الجلد مشدود، فمش عارفة تبين تعبيرات الوش لأن الجلد مشدود. مش عشان عندها عيب في البيزا الجانبية زي الباركنسونيزم مثلا، مش عندها عيب في إنها مش عارفة تفكر زي الميكسيديما مثلا، لا دي عندها الجلد مشدود. ونمرة اثنين عندها البق حاجة اسمها فيش ماوث، يعني تايت جدا جدا مشدود كده زي بقك بيبقى صغير زي بق السمك. الاثنين دول بيعرفوك كويس قوي شكل البيشنت دي. الفيميل الميل ريشيو 3 لواحد زي الرماتولوجي. كلينيكالي هتعلم على بعض الحاجات. كيتانيوس كفايه قوي 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 اللي متعلم عليه ده. تايت سكين والجلد الفينجرز شايني وليمتد موبيلتي. ليه ليمتد موبيلتي؟ عشان مفيش في تايت.
ماسك فيس وفيش ماوس. ماسك فيس وفيش ماوس. دول. طيب. اتنين. كليكال الاكسترا كيتينيس علم بس على دي. في الجي اي تي فيش ماوس ما لسه قايل. وجود. جود ليه؟ احنا خدنا جاسترو اسوفجيال ريفلاكس ديزيز. الاجابه دي. لوس اوف بيريستالتس يعني نقص في الموتيليتي اوف ايه بالظبط؟ اوسوفجس بس اوف كمان الستومك. اوسوفجس طب هي الاوسوفجس لما تكون الحركه بتاعتها ضعيفه وبعدين رجع لها شويه اسيد هل تقدر تطرد؟ لا يوم يعمل قرحه في الاوسوفجس يوم يعمل اوسوفجايتس وجورد. فمهم جدا جدا لدرجه انا كاتبها في الكتاب بالتقيل قوي. طب والاثنين دول على اعلى درجه من الاهميه. ليه في كونستيبيشن في الكونستيبيشن ومال ابسوربشن؟ الاثنين دول سببهم مع بعض نقص موتيلي. طب نقص موتيلي بتاع اوسوفيكس وسمول انتستن ولارج انتستن وستومك بسبب الفيبروزس. الفيبروزس بيقلل الحركه. الفيبروزس هيقلل الحركه. كلمه السر هنا نقص الموتيلي. ففي الجي اي تي كفايه قوي اعلم على دول. نقص موتيلي. فيبروزس. نقص الموتيليتي بتاع اللارج انتستن كونستيبيشن، نقص الموتيليتي بتاع السمول انتستن مالابزوربشن، نقص الموتيليتي بتاع الاوسوفجس تعمل جود وممكن بالتالي ديسفيشيا. ليه الجود كان فيها ديسفيشيا ولا ايه؟ طبعا اللي فيها السرز موجود وكان فيها اوداينوفيشيا. الفرق بينهم؟ كويس. مفيش نقص. ده الجي اي تي كفايه قوي دول. على الكارديو فاسكولار سيستم اعلم على بعض الحاجات. نمره واحد بيريكاردايتس اند ديفيوجن. طبعا البيريكاردايتس دي انتي بودي ميديتد. لو سحبت عينه من البيريكارد ديفيوجن يطلع اكسو. الله يبقى البيريكاردايتس والديفيوجن اتكرر في كل امراض الاوتوريميون في الروماتويد في اللوبس وهنا. نمرة اثنين في المايوكارديال علم على دي ريستريكتيف كارديومايوبافي. ريستريكتيف كارديومايوبافي احنا كان عندنا ثلاث انواع من الكارديومايوبافي دايليتد وهايبرتروفيك وريستريكتيف. الوحيد فيهم اللي كان فيه فايبروزس في المايوكارديال كان ده. ولو حصل فيبروزس في المايوكارديوم بريستريكتيف كارديومايوبثي يقوم يعمل هارت فيلير من النوع سيستوليك ولا ديستوليك؟ سيستوليك ولا ديستوليك؟ مين؟ لانه الريستريكشن دي فيبروز بيخلي مش عارف يريلاكس. وخلي بالك ان الريستريكتيف كارديومايوبثي دي في كتاب الكارديولوجي هي الموست امبورتنت ديفرنشال دايجنوزس كونستريكتيف بيريكاردايتس. رائع. كونستريكتيف بيريكاردايتس انا خرجت عن درس ارجع تاني. مش مهم قوي قوي دي مايترا ريجيرتش وتريكاسبيد ريجيرتش لكن لو سالك عليها قول له. قول له ممكن يقول لك ليه؟ قول له المايترا ريجيرتش والتريكاسبيد ريجيرتش ده سببه امتداد الفيبروزس. منين للنين؟ المايوكارديوم للاندوكارديوم. امتداد الفيبروزس من المايوكارديوم للاندوكارديوم. المهم قوي قوي تقول لي برضه لو ده سالك عليه قول له فيبروزس افكتنج الاندوكارديوم. كان بيري ومايو انه يبقى الثلاثه يعتبروا بان كارديتس. رينولدز فينومينا دي اهم واحده على الاطلاق. ليه؟ لان الموست كومن امونج كل الاوتو اميون ديزيزز رينولدز فينومينا. اصل هنا بيحصل فاسكيلر اوبليتريشن الفيسز بتتسدد فبيعمل اسكيميا تؤدي الى رينولدز اللي شرحناها من شويه بس احنا قلناها مع اللوبس ومع البولي ارترايتس اللوزا وكمان موجود هنا. رينال هايبر تنشن نتيجه رينال فاسكيلايتس دي برضه اتعلم عليها كويس قوي.
ليه بقى؟ لان الفاسكولايتس اللي هنا هتعمل اسكيميا في رينال فيسلز، وبترفع الضغط. ليه ترفع الضغط؟ رينال. الكلام ده مهم جدا وعلى اعلى درجه منها. نيجي بعد كده على اللنج. نمره واحد هارد سكيل. تصور انت جيت في الجلد بتاع العيان ده لقيت هارد سكيل في سنه. كانك جبت العيان ده وجبت حبل تخين قوي ولفيته حوالين صدره كده وكتفته بقى. صدره يتحرك؟ لا. يوم يعمل حاجه اسمها ريستريكتد هايبو فنتيليشن. دي مهمه جدا. تعلم عليها طبعا. طب واحنا خدنا ريستريكتد هايبو فنتيليشن في كتاب بتاعك. نقص كومبلانس مالناش دعوه. ونيورو ماسكيلر ابريتس ماليش دعوه بالنيورو ماسكيلر ابريتس. نقص الكومبلانس ده كان لانج او بلورا او تشيست وول. دي كانت تبع تشيست وول. ولو فتحت كتاب تشيست انا ما حطيتهاش هنا ما صورتهاش. لو فتحت كتاب تشيست هي مكتوبه هناك سكليروديرما ريستريكتد باي كوفنتيشن. صح؟ إذا الكلام ده مظبوط يبقى دي تعمل تايب 1 ريسبيراتوري فيلر ولا تايب 2؟ الاثنين ده بره ولا تاني مثلا أي حاجة فيها كلمة هايبو فنتيليشن يعني فيها ريتنشن أوف كاربون دايوكسيد تبقى تايب 2 ريسبيراتوري. كمان من ضمن الحاجات بلوريسي. طبعا واحنا اذا قلنا بلوريسي يبقى يجمع ميه من نوع بلورال افيوجن اكسيدنت زي ما قلنا بيريكاردايتس انتي بودي ضد البلورا. انترستيشن بالموناري فايبروز لو سالك في الامتحان بدات ازاي؟ قول له بدات بالفيولايتس. بس اصلا انترستيشن بالموناري فايبروز ده في كلمه اف فايبروزس. لان هنا الفايبروز مش بيضرب الجلد بس كله. اسبريشن نمونيا من الجلد. اخذنا الجلد في كتاب الجي اي تي جاستروسفجيال ريفلكس ديزيز. كان من ضمن الكومبليكيشنز بتاعت الجاستروسفجيال ريفلكس ديزيز اسبريشن تشست وبر. في التشست كان بيعمل نمونيا ليه؟ لانه اسبريشن الاكل يطلع وبعدين يخش جوه الجسم. صح. بالمونري هايبرتنشن من ايه دي؟ فاسكيل اوبليتريشن تؤدي لكور بالمونات زي اللوبس بالظبط. اهم واحده في كل المكتوبين دول انترسيشن بالمونري فايبروزس. طيب رينال كرونيك رينال فيلر من ايه؟ كرونيك رينال فيلر دي long standing vasculitis, long standing renal fibrosis with GN glomerulonephritis. malignant hypertension هنا vascular obliteration اسمها endarthritis obliterans. طب ال endarthritis obliterans دي ترفع الضغط ولا لا؟ طبعا بتطلع رينال تؤدي في احيان كثيره لسيفير hypertension. ماسكر سكيلتون كفايه قوي بتكتب ارثرالجا. مش مهم قوي ارثرايتس ومش مهم قوي المصل. كفايه قوي قوي ارثرالجا زي البولي ارثرايتس نوروزا. يبقى هي دي موست امبورتنت كلينيكال فيتشرز بتوع السكليروديرما. انفستيجيشن كفايه قوي. انتي سكليروديرما 70. انت ممكن تقول له طب ما انا اعمل بليك اكس راي على اللنج. مكتوب في الكتاب. يبقى ايه انترستيشن بالمونري فيروز. يبقى ازاي انترستيشن بالمونري جراوند بلاس ابيرنس. ممكن تقول له نعمل باريم سوالو عشان جولد. لكن كفايه دي انتي سبيوليرما سيرت. تريتمنت نمره واحد سبيسيفيك تريتمنت مش كورتيكوستيرويدز
كالعادة بريدنيزون 1 ميلي جرام بير كي جي بير دي، مش كورتيزون او سايتروفورسامين، الاثنين مع بعض زي البولي ارترايتس نودوزا ممكن يخترعوا انتي فايبروتيك بنسلامين، دوره ضعيف جدا جدا جدا. بنسلامين ده انتي فايبروتيك، حاولوا يدوه في العيان اللي كان عنده ليفر سيروسس عشان يقلل الفايبروسس، ومكتوب هناك اوف دارفول فاليو، قلت لك ساعتها اوف نو فاليو، دواء ضعيف. البنسلامين ده كان كيليتنج ايجنت ليه؟ كيليتنج للكوبر، صح؟ السيمتوماتيك تريتمنت الرابتس فيرومين، ليه بندي كالسيوم شانل بلوكرز والفا بلوكرز للرابتس فيرومين؟ كفيري بوتنت ارتيريو دايليتورز. بس خلي بالك ممكن تكتب اكزامبل تاني، ممكن اقول بروتون بامب انهبيتور للجورد، ممكن اكتب بروتون بامب انهبيتور للجورد، صح؟ يبقى ده سكيروديرما، حضر دايما الامتحان اورال. وات از